فضيحة دبلوماسية من العيار الثقيل فجرتها نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأوروبية فيكتوريا نولاند بعد انتشار تسجيل صوتي لها على اليوتيوب ينتقد السياسة الأوروبية في أوكرانيا. الأزمة الأوكرانية كانت في قلب الحديث الهاتفي الذي تضمن ألفاظا نابية استخدمتها نولاند للتعبير عن موقفها من السياسة الأوروبية حول أوكرانيا خلال حديثها القصير مع السفير الأمريكي في كييف جيفري بات. هذا سيكون أمرا عظيما لحلحلة هذه الأزمة، كما أنه سيساعد الأمم المتحدة وكما تعلم الاتحاد الأوروبي. وبعد أن نال الاتحاد الأوروبي قسطه بهذه الطريقة، تولى السفير الأمريكي في كييف الهجوم على موسكو. علينا أن نعمل شيئا لنجعل ذلك متماسكا، لأنه من الواضح في حال استمر تسارع الأمور على هذا النحو، كوني واثقة من أن الروس سيعملون وراء الكواليس لإحباط ذلك. نولاند التي وصلت كييف للمساعدة في احتواء الأزمة السياسية في أوكرانيا فجرت مأزقا دبلوماسيا مع الاتحاد الأوروبي، وفتحت باب مواجهة دبلوماسية مع موسكو المتهمة بتسريب التسجيل الصوتي حسب المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني. طالما تم بث الشريط عبر مواقع حكومية روسية، هذا يشير إلى الدور الروسي في هذه القضية. ورغم أن الإدارة الأمريكية وعبر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين باساكي دأبت على اتهام موسكو بممارسة القرصنة والتجسس على مكالمات هاتفية خاصة ربما للتغطية على حجم الخطأ الذي وقعت به الدبلوماسية الأمريكية، رفضت نولاند التعليق على التسريب الصوتي المنسوب لها في مؤتمر صحفي حول زيارتها الأخيرة لكييف. أنا بالطبع لن أعلق على حديث دبلوماسي خاص، عاد القول أنه بالطبع أمر لافت، الصوت كان نقيا للغاية. المسؤولة الأمريكية أكدت خلال مؤتمرها الصحفي على حرص واشنطن أن يكون الحوار بناء بين جميع الأطراف، وبأن الولايات المتحدة تقف على مسافة واحدة من الجميع. نولاند نوهت أيضا إلى عمق العلاقة مع موسكو. وعلى الرغم من كافة الجهود الدولية، يبقى الحدث الأوكراني مراوحا في مكانه لجهة الحل، ولم تنفع الجهود الدبلوماسية في زحزحة المواقف المعلنة من كافة الأطراف. بينما بقيت شوارع وساحات العاصمة الأوكرانية رهينة السجال السياسي في البلاد والموقع المتقدم للمعارضة الأوكرانية في الضغط على الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش. أليكس أيوب، بي بي سي.